مباراة كاملة بالطريقة ذي. عرضية من يورانوفيتش إلى بورنا سوزا تضرب في وجدي كشريدة. ديلان بروفيتش في تنفيذ ضربة المخالفة يضرب في ال 18 ثابت البشير بن سعيد. ياخذ كورتو البشير فيتش يرجع لي سوزا العرضية بالراس ريدا دائما الامتلاك للمنتخب الوطني التونسي. حلوة التمريرة وجدي كشريدة من اليمين العرضية كرة تونسية تونسية من اليمين يسدد العابدي ويفوت على المنتخب فرصة افتتاح باب التسجيل. أول هجمة مركزة الحق ممتازة جدا فيها تورة. شكون اللي وزع هو كشريدة وفي الاستقبال كان اللاعب الطرف المقابل. التمريرة كثيرة دير المنتخب الكروات الكرة المنتخب الوطني التونسي عاشوري 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 التصوير في تنفيذها محمد علي بن رمضان يرفع الكرة بربضو فرحة. تفاصيل وجزئيات بسيطة تقريبا بعض عاد لوكا مودريتش يرفع الكرة بالراس من مارتين إيرلي. هذه كرات مودريتش ولكن تلقى الدفاع مايلا وجدي غير على اليسار لعلي العابدي عابدي في الترويب علي العابدي عنده الكرة يدخل داخل منطقة الجزاء. محمد علي بن رمضان بن رمضان بنفس طريقة المخالفة الأولى السهلة. دايما المثلث ده بيبقى ناقص ضلع لما بيكمل بتبقى حاجة خطيرة جدا خطيرة خطيرة. كان برافو برافو يا حمزة رزو تفكيره الأول عمره ما بيكون في التصويب. خطيرة سهلة سهلة أوه لف وسطه يلعب العرضية يطلع معاه خطيرة لفنتو موزوفيتش سوزا فرصة العرضية. شوف الكثافة العددية دلوقتي جوه ال 18 فرصة للانطلاق. برافو يا عابد التصويبة خطيرة على مرتين يا ولد في اللعيبة. بالمناسبة الانفراد 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 فنش بقى على المرمى أوه خطيرة. نيكولا فلازيتش تصويبة خطيرة جدا طويلة تأخر حارس المرمى تأخر تأخر عرضية يا ولد يا ولد على مرتين على طول الضربة الركنية ملعوبة أعلى نقطة خطيرة جدا خطيرة. جفارديول يصوب هتشوط امتى هتشوط امتى هتشوط امتى هتشوط امتى هتشوط امتى العرضية جول يحطه في الكورنر بتاع التسعين والكروس اللي بيتعمل ويطلع يصوب خطيرة في اللحظات الخطيرة فرصة العرضية وضربة ركنية أولى ولمسة تانية وقدم يسرى ومتعلقة فوق يا راجل يا راجل خطيرة خطيرة. تتوقع حد يخطف اسأل سيف الدين الجزيري كده هيعمل ايه استلام ودوران وتصويبه. واحد من افضل لعيبة العالم ضغط مستمر ومحاولة التصويب خلي بالك خلي بالك خلي بالك يا واد. ويطلق حكم اللقاء الكابتن محل 1978 وقد كان جدا نجم المباراة يعمل ايه التصويبه التصويبه جول بيستعين ويستعيذ ويصوب عيدوني هيصوب ازاي عيسى العيدوني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد كوفيتش الان بيت كوفيتش التصويبه يا ولد يا كوره قدم اليسرى قويه يا ولد يا ولد. نزل وخد الانذار لوفرومير مش ممكن لحمزه الصراحه والمباراه الكبيره اللي عملها خطيره خطيره هيصوب ازاي يا دحمان حطها له المرات سيف الله لطيف يا ولد يا ولد يا ولد يا لطيف يا لطيف مين اللي هيصوب مين اللي هيصوب مين اللي هيصوب يا ولد في بيته سيف الدين الجزيري يحط تونس ومصر سيف الدين الجزيري صوب ازاي يا ايمن خطيره بقوه هيلعب ازاي اسامه حدادي